ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم عن ليه جلسات التخاطب ما بتجيبش نتيجه. جلسات التخاطب ممكن تكون ما بتجيبش نتيجه مع ابني او بنتي بسبب مهم جدا. اول سبب ان انت ممكن تكون بتدي ابنك جلسات 4 5 جلسات وتقعد شهر وترجع تكمل تاني، ممكن تديله شهر جلسات وتقعد شهرين وترجع تكمل تاني، تمام؟ طيب انت لما بتوقف ابنك شهر او شهرين في البيت كأنك بتعيد تاني من الاول، لما تيجي تبدأ معاك جلسات كأنك بتعيد تاني من الاول. ده سبب. سبب تاني ممكن يكون اللي بياخده في الجلسات انت مش بتتابع معاه في البيت، لان الجلسات عليها جزء والبيت عليه جزء تاني، زي اي دراسة بالظبط. زي ما بتذاكر لابنك انت عليك جزء في البيت والمدرسة عليها جزء، تمام؟ ده سبب تاني. سبب تالت ان ممكن تكون استجابة الطفل بطيئة شوية، ده من ضمن الاسباب برضو، تمام؟ سبب رابع وده مهم جدا، كثرة التجارب. يعني ايه كثرة التجارب؟ يعني هروح النهاردة هاخد تخاطب في المكان ده، بعد بكرة هروح اخد تخاطب في المكان ده، بعد هروح اخد تخاطب في المكان ده، وهكذا عمال اجرب كل شوية. وابنك هو مش حقل تجارب، المفروض تديله مدة على بعض وتشوف في نتيجة ولا مفيش. لكن ان انت تدي النهارده في المكان ده، تدي بكره في مكان تاني، تدي بعده مش عارفه ايه، تدي كده، تمام؟ كمان من ضمن الحاجات اللي بتخلي ان جلسات التخاطب مع الاطفال اللي محتاجه تخاطب ما بتجيبش نتيجه، ان التشخيص ممكن يكون غلط. تشخيص الحاله بتاع الطفل ممكن يكون غلط، وبالتالي اللي اشتغل بناء على تشخيص غلط، تمام؟ فدي حاجات كلها اسباب ممكن تخلي ان جلسات التخاطب ملهاش فايده. نقدر نشوف السبب اللي يخلي الجلسات ملهاش فايدة ونحاول نصلحه أو نظبطه، وبعد كده نتهم اللي بيشتغل مع ابني أو بنتي إن هو ما بيعملش حاجة. أنت لسه، يعني أنت الأسباب الرئيسية أنت ما شفتهاش، تمام؟ فأنت ظبط الأسباب الرئيسية وبعد كده شوف اللي بيشتغل مع ابنك أو بنتك فعلا مش جايب نتيجة ولا لأ. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.